لعبة جمعت بين الجيم بلاي الرائع لها وتكلم الحكم معك والاحتفاليات الرائعة، زائد فيها كرة قدم للشوارع وفيها الماستر لي. كل هذا معنا في هذا المقطع، فيلا بينا. السلام عليكم ومرحبا بكم أصدقائي، معنا اليوم عودة لعبة فيفلو فوتبول على الهواتف. فمعنا التجربة الجديدة صراحة، واللعبة صارت بشكل رهيب. فعلى العموم سنقوم بتجربتها معكم، فلكي لا نطيل عليكم فيلا بينا لهذا المقطع الرائع. أصدقائي ها نحن الآن من داخل لعبة فيف لو فوتبول، فكما تشاهدون معنا اللعبة ما زالت متوفرة باللغة الصينية، وهناك صراحة أشياء جميلة تم إضافتها لها كالجيم بلاي كالاحتفاليات كالكثير من الأشياء. وانظروا معنا هناك الكثير والكثير من المودات والكثير من اللعب يمكنك أن تلعب من خلال هذه اللعبة. فكما تشاهدون معنا مثلا سنستعرض لكم بعض من الجيم بلاي، وأول شيء أريدكم أن تفعلوه قوموا بالضغط هنا واضغطوا على الإعدادات واختاروا هنا 100. اللعبة تدعم 120 FPS، على العموم تدعم 120 FPS، واختاروا هنا Full HD يعني، واتركوا الإعدادات الأخرى كما هي. فالآن أحبيب الله سنستعرض لكم بعض من الجيم بلاي. سندخل مثلا إلى الخيار الأول، نجد هناك مود الكأس مثلا كمود شامبيونز ليج، نضغط هنا. شاهدوا معنا حبيب لا، هناك فريقين مرخصين بشكل اساسي او بشكل كامل، وهو فريق مانشستر سيتي الذي فيه هالاند، فريق الاسي ميلان فكما تشاهدون معنا، فريق هذا الفريق ايضا على ما اعتقد فريق نعم ريال مدريد، ولكن فيه بنزيمة فكما تشاهدون بنزيمة الأطقم الخاص به الخاصة بالاتحاد. هناك فريق الباري، لاحظوا معنا نيمار يعني أيضا فهو الآن صار مع فريق الهلال على ما أعتقد، هنا الباير على ما أعتقد نعم الباير، هنا الكثير الكثير من الفرق يعني الأسي ميلان، وشاهدوا معنا مانشستر يونايتد. فنحن سنختار على نختار مانشستر سيتي على هذا الشكل، نختار هنا لاعب ما على ما أعتقد نعم نختار مثلا أي لاعب، نقوم بفتح الباكيجات فنريكم اللعبة بشكل كامل. شاهدوا معنا أعطونا لاعبين بشكل رائع، هيا نقوم بفتح المزيد والمزيد من الباكيجات الرائعة. شاهدوا معنا يا سلام يا سلام، ماذا الآن؟ هنا الدفاع، هنا الدفاع، نختار فان دايك على ما أعتقد نعم. هنا أعطونا صراحة طاقات كثيرة جدا، يعني ما هذا الشيء؟ نيمار يا سلام، هل هادو اللاعبين الخاصين بي؟ نعم إنهم هم. فصراحة شيء نعم، فشكرا لكم على نختار مثلا 3 لاعبين، نضغط هنا شاهدوا معنا نعم شاهدوا معنا إلى التشكيلة الخاصة بي. يا سلام شاهدوا معنا تشكيلة قوية تضم، يا سلام يا سلام يا سلام، هيا نقوم بالرجوع نضغط هنا على ما اعتقد لنستعرض لكم بعض من الجيم بلاي نعم فكما تشاهدون معنا احبي في الله سنستعرض لكم الان بعض من الجيم بلاي الخاص بهذه اللعبة الرائعة. نقوم بنقص الصوت، شاهدوا معنا يا سلام خطيرة جدا صراحة، سنستعرض لكم بعض من الجيم بلاي رائع جدا لهذه النسخة. يمكنكم التحكم في نوعية الكاميرا، فأنا يعني أستحسن أن أضع على هذا الشكل الذي نلعب فيه بعد الآن. شاهدوا معنا يا ما هذه الضربة الحارس ليس غبي بل نعم فعلى العموم هي نستعرض لك حتى الهدف يعني بهذه السهولة. فلماذا
لأنه صراحة شاهدوا معي لأنه صراحة المستوى سهل جدا لهذا السبب الحارس فعل بها على يعني لم يكن بشكل جيد. أما عندما تصير إلى المستويات الصعبة فهو الهدف الثاني بسهولة أيضا. شاهدوا معنا إلى الاحتفالية. فكما قلت لكم يعني عندما تصل إلى المستوى بشكل صعب حين ذاك يصعب عليك أن تقوم باللعب ويصعب عليك حين ذاك أن تسجل هدف. يعني يجب أن تكون محترف في ذاك الوقت. نعم هناك خطأ على ما أعتقد. ليس في أي شيء. شاهدوا معنا نقاشه مع الحكم. يا سلام على هذه اللعبة الرائعة. نعم ها هو يتناقش مع الحكم من جديد. شاهدوا معنا إلى الحركة. بعيدة جدا. تسلل. شاهدوا معنا يا سلام. انظروا معنا الى محمد صلاح والجرافيكس. نعم انظروا معنا الى اعادة التسلل كيف تظهر. صراحة اللعبة رهيبة جدا. يعني تفاصيل اللعبة صارت رائعة صراحة. اللعبة تذكرني صراحة بلعبة UFL. يعني لعبة يعني جمعت بين الهدف. اللعبة جمعت بين انظر معنا الى الاحتفالية الخاصة باللعبة. هي سنشاهد. شاهدوا معنا الى احتفالية محمد صلاح احتفاليته الاصلية. فكما تشاهدون واللعبة بشكل رائع جدا. كما قلت لكم اللعبة جمعت بين بيس وفيفا صراحة. اللعبة لا من ناحية الجيم بلاي رائعة لا من ناحية كل التفاصيل الخاصة باللعبة فهي بشكل رائع. واللعبة يتواجد فيها يعني فيها مود الشامبيونز ليج الذي شاهدتموه ولكن تلعب بشكل اونلاين. يعني تلعب اونلاين مع اشخاص اخرين وهناك اشياء رائعة جدا في اللعبة. وشاهدوا معنا حبيب الله يعني دخلنا الى مود اخر في اللعبة يعني نستعرضه لكم ايضا وهو مود الماستر ليج. صراحة ساقول لكم شيء. انظروا معنا لعبة هناك بعض الالعاب لكرة القدم يعني اما تكون عبارة عن مود واحد فقط عبارة عن هذا المود الذي تشاهدونه يا اما تكون عبارة عن جيم بلاي والذي شاهدناه قبل هذا الجيم بلاي. يعني هذه اللعبة جمعت بين الماستر ليج جمعت بين اللاعب العادي جمعت بين يعني اللاعب الكرة القدم الشوارع جمعت اللعبة كل الأشياء الرائعة. شاهدوا معنا هذا المود أيضا. شاهدوا معنا إلى الطقس إلى الكاميرا إلى كل الأشياء الرائعة. شاهدوا معنا يمكنك التحكم في الكاميرا إذا كنت تريد ذلك. فصراحة اللعبة بشكل رهيب رهيبة 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 جدا. وهي نستعرض لكم مثلا مود آخر. نعم فكما تشاهدون معنا حبيب لا ونحن دخلنا إلى مود آخر وهو مود كرة قدم الشوارع. انا انظر معنا اخترت محمد صلاح وزيد ديموراد بمحمد صلاح يعني
كل شخص ويختار ماذا يريد صراحة، لأنه لدي أقوى لاعب وهو محمد صلاح، فكما تشاهدون معنا على العموم يعني انظروا معنا لدي الطاقة 90، فشيء جميل أنهم أتاحوا لهذا اللاعب بهذه الطاقة. فعلى العموم انظروا معنا هاي اللعبة معنا الآن، صراحة هذا المود بشكل رائع رهيب جدا. أصدقائي اسمعوا معي إلى الصوت، اسمعوا معي إلى صوت اللعبة، شيء رهيب جدا. اللعبة بشكل خرافي، فيها جميع المودات، فيها مود الماستر ليج، فيها مود يعني اللعبة عملاقة جدا. فهيا هيا على هذا الشكل. صراحة هذا اللعب يجب عليك أن تعتاد عليه، صراحة هذا اللعب يجب عليك أن تعتاد عليه. انظر معنا، سنقوم ب انظر معنا إلى الحركات. يا سلام، نعم صراحة أداء اللاعب بشكل رائع، فاللعبة يعني عملاقة جدا. نعم الأصدقاء الذي معنا يعني لا يلعب. أول هدف، أول هدف. نعم ها هي الكرة ما زالت لدينا. أو ماذا تفعل يا محمد صلاح؟ نعم يجب. نعم انظروا معنا، اعطيتها له لا حول ولا قوة الا بالله. صراحة انتهى الوقت. نعم على العموم حبيبي لا يعني على ما اعتقد هناك خطأ في السيرفر. اللعبة بشكل رائع، فهي رائعة جدا، فانصحكم حقا بتجربتها. فكان هذا هو المقطع الخاص بنا، والسلام عليكم.